وللحديث أكثر عن تطورات المشهد في فلسطين سياسيا وعسكريا ينضم إلينا عبر سكايب المحلل العسكري الفلسطيني اللواء واصف فريقات، وعبر سكايب أيضا معنا من غزة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السيد طلال أبو ظريفة. مرحبا بكما. أهلا وسهلا بك الجميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك سيادة اللواء. أولا، كيف تقيم هذا الأداء العسكري للمقاومة الفلسطينية التي أدخلت أسلحة جديدة في هذه الجولة من الصراع مع الكيان الصهيوني؟ اليوم كان لدينا حديث عن صاروخ عياش 250 كيلو متر، وطائرات بدون طيار استخدمتها المقاومة أيضا، وسعت مساحة الضرب والاستهداف حتى شملت من جنوب إلى شمال فلسطين. كيف تقيمون المسألة؟ يعني تقييم الموقف العسكري واضح على الأرض، هناك إنجازات تسجل لصالح المقاومة الفلسطينية، هناك سيطرة وقيادة للمقاومة الفلسطينية، هناك زمام مبادرة بدأ منذ الصاروخ الأول في محيط القدس بقرار من قيادة المقاومة الفلسطينية، هناك غرفة عمليات مشتركة، كل الفصائل الفلسطينية تشارك، تنسق، تتعاون مع بعضها البعض، تتكامل، تتناوب في قصف الأهداف. الصواريخ الفلسطينية ما زالت تنهمر على أهدافها بدقة. بنك الأهداف الفلسطيني عبارة عن مواقع عسكرية، مطارات عسكرية، آليات عسكرية، جنود، في حين أن بنك الأهداف الإسرائيلي الأطفال، النساء، البنايات، بنايات الأبراج، البنية التحتية، قصف الطرق، قصف الجسور. فبالتالي يعني يفهم كل من يتابع الوضع بأنه يعني اليد العليا والتفوق في هذه المعركة لصالح الفلسطيني الذي يحاول قدر الإمكان أن يستدرج الإسرائيلي لمواجهته على الأرض عسكريا، إلا أن الإسرائيلي كعادته يذهب باتجاه ربما هو يعني سيذهب باتجاه، يعني كما هدد الصهاينة سيذهبون باتجاه عملية برية، هل تعتقد ذلك؟ يعني إذا ما فشلوا في المجال الذي يتفوقون فيه، يعني لا شك أن ميزان القوة مختل لصالح إسرائيل في امتلاكها للطائرات، للمدفعية، للبحرية، لوسائل السيطرة والمراقبة من الجو، هذا كله موجود عند الإسرائيلي ومش موجود عند الفلسطيني. ومع كل ذلك انتصر الفلسطيني بإمكانياته المتواضعة في هذا الحقل التي تتفوق فيه إسرائيل، وفشلت في إيقاف الصواريخ. يعني غزة محاصرة برا وبحرا وجوا ومسيطر عليها، ومع كل هذا لم تتوقف صواريخ المقاومة من الوصول إلى أهدافها. فكيف سيذهب الجندي الإسرائيلي إلى معركة برية؟ أصلا الجندي الإسرائيلي الآن والجبهة الداخلية الإسرائيلية في حالة معنويات منخفضة جدا، ومعروف أنه العمل العسكري والحرب البرية تحتاج إلى معنويات. الجندي الإسرائيلي يخشى أن يواجه المقاوم الفلسطيني، والمقاوم الفلسطيني ينتظر الإسرائيلي بفارغ الصبر، لأنه يعرف إذا ما كان هناك منازلة بين المقاوم الفلسطيني والجندي الإسرائيلي بالتأكيد سيكون هناك غلبة مضاعفة للمقاوم الفلسطيني على الجندي الإسرائيلي. هذه نقطة مهمة سيادة اللواء، مسألة أنه إذا لم ينجح فيما يتفوق به، كيف سينجح فيما يسبب له مشكلة الدخول بريا؟ أرحب بك مرة أخرى من غزة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سيد طلال أبو ظريفة. الحمد لله على سلامتكم، ونتمنى لكم إن شاء الله السلامة الدائمة. اسمح لي أسألك، بدأ لافتا في هذه المعركة وهذه المواجهة أن فلسطين بشكل عام من الشمال إلى الجنوب تشتبك وتنتفض في وجه الاحتلال الصهيوني، وليست غزة فقط. صحيح أن الأحداث بدأت في القدس انتقلت إلى غزة، لكن لدينا مناطق 48، لدينا القدس، لدينا الضفة الغربية تحركت، إنها معركة فلسطين بامتياز. يعني هذه واحدة من بين الإنجازات التي تحققت في إطار هذه المواجهة ما بعد حالة الغليان التي انتابت أبناء شعبنا في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى على ضوء اقتحامه من قبل قوات جيش الاحتلال، عندما فشلت في تأمين ممرات آمنة للمستوطنين
لاقتحامه في ذكرى توحيد القدس. وبالتالي كل أبناء شعبنا الفلسطيني انخرطوا في إطار مواجهة هذه المخططات الصهيونية، وأرادوا أن يوصلوا رسالة أن حتى إسرائيل لأبناء شعبنا القاطنين في قلب الكيان الصهيوني لم تتمكن إسرائيل من إحداث حالة من كي الوعي لديهم لانسلاخهم عن القضية الوطنية والحقوق الوطنية الفلسطينية. فجاء دخولهم على خط المواجهة للتأكيد على عمق الانتماء للمشروع وللقضية الوطنية الفلسطينية، وهذا ما حذر منه العديد من المحللين السياسيين العسكريين. وما يجري في مدينة اللد على مدار 3 أيام خلق مساحة من المخاوف لدى الاحتلال الإسرائيلي على ما تسميه إسرائيل دولة إسرائيل. وبالتالي قضية القدس هي خط أحمر عند كل فلسطيني، ومن المفترض أن تكون ليس عند الفلسطيني وإنما عند كل عربي وعند كل مسلم وعند كل مسيحي، لأنها مهد كل الديانات مدينة القدس. وبالتالي جاءت رد الفعل الفلسطيني لتقول لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بالقدس ولا بالمسجد الأقصى. فكانت هاي خطوة على طريق إذا ما استمرت وإذا ما جرى مأسسة هذا الفعل الجماهيري وتمليكه استراتيجية قادر أن يستمر ويتواصل، وقادر على أن يعمق عزلة الاحتلال ويعمق أزمة الاحتلال ويرفع كلفة الاحتلال ويفتح الطريق أمام الاستمرار حتى إنجاز الحقوق الوطنية بالحرية والعودة للاستقلال. واضح أن الشعب الفلسطيني اتخذ قرار بالمقاومة المستمرة ومراكمتها بكل أشكالها، ولا سيما المقاومة المسلحة، وبالتالي تسجيل نقاط وأهداف جديدة في كل جولة، يعني كل جولة تبدو مختلفة عن الجولة التي سبقتها. ماذا يعني لكم هذا كحركات مقاومة فلسطينية؟ يعني أنا أعتقد أن المقاومة الفلسطينية بما امتلكته من قدرات على مدار السنوات، خاصة ما بعد عام 2014 وتطوير هذه القدرات القائمة على معطيات وعلمية، أخذت بعين الاعتبار كل الوقائع وإمكانيات وما يملكه الاحتلال من وسائل لمواجهة أدوات المقاومة التي كانت فيها أدوات بسيطة. فعملت على أكثر من خط معلوماتي، خط بنك أهداف المقاومة الفلسطينية بالمنشآت بالمواقع الحساسة العسكرية النووية، كل ما يتعلق بدولة الكيان الصهيوني، وطورت قدرات الصاروخية وأشكال المقاومة الأخرى بما يخدم تحقيق إنجازات بهذه الأهداف. ولهذا إسرائيل تفاجأت أولا بنوع الصواريخ التي أطلقت، وبالمدى التي وصلت إليه، وبالدقة التي أحدثته، وبالرؤوس التي تحملها. وبالتالي إسرائيل تدرك أن جزء من تنمية القدرات هي جاءت بناء على تأهيل كادر علمي في بعض البلدان الإسلامية وبالأخص إيران، بالإضافة إلى طيب اسمح لي أستاذ طلال أتوقف هنا مع الأستاذ لواء واصف عريقات. سيد واصف، واضح أن المقاومة الفلسطينية تعمل بتكتيك عسكري يعني جميل جدا، ولعلك تفصل لنا قليلا في هذا الموضوع، يعني استخدامها للأسلحة بهذه التراتبية، الأقل فالأكثر فالأكثر، وصولا إلى عياش 250، بعدين استهدافها لأماكن حساسة. اليوم المطارات أغلقت تماما في الكيان الصهيوني، المطارات المدنية، والرحلات توقفت، وليست هناك قدرة لإسرائيل على السيطرة على الأمور. كل فلسطين المحتلة أصبحت تحت النيران. والغريب أيضا أو المدهش أيضا أن المقاومة تقول ما زال في جعبتنا المزيد، فنحن لا نعرف بالضبط عن ماذا تتكلم، لكن هل لك أن تطلعنا على التفاصيل كيف خدمت هذا الأسلوب، خدم المقاومة في أدائها؟ أولا هناك فهم عميق للمقاومة الفلسطينية لكل أساليب الخداع الإسرائيلية والقدرات الإسرائيلية. يعني أولا على صعيد الأمن والاستخبارات وجمع المعلومات كان تفوقت المقاومة الفلسطينية في هذا المجال، بدليل أنها ضربت بصواريخ الكورنيت ضباط وقيادات كانوا يستطلعون
الخطط في الخطوط الأمامية، ونجحوا في إصابتها وقتلوا العديد منهم. هذا من جانب. من جانب آخر، المهارات القتالية، هناك أداء للمقاومة الفلسطيني يعني بشكل لافت. أخي العزيز، حينما يكون هناك يعني حصار برا وبحرا وجوا وتفوق جوي وسيطرة بالأقمار الصناعية الأمريكية والإسرائيلية على قطاع غزة، بمعنى أنه أي إنسان، أي بشر يتحرك في قطاع غزة مراقب ومسيطر عليه، فكيف حينما يكون هناك رجال يطلقون الصواريخ ويصيبون أهدافهم بدقة متناهية؟ إضافة إلى بنك الأهداف المنتقى من قبل المقاومة الفلسطينية، يعني أولا يعني فضيحة لإسرائيل أن يكون هناك بنك أهداف عسكري، أهداف عسكرية من قبل المقاومة الفلسطينية، وأهداف مدنية من قبل إسرائيل، في حين أن إسرائيل تمتلك أدق الطائرات وأحدثها. نعم. أدق المدفعية وأحدثها، أدق البحرية وأحدثها. اسمح لي هنا سيادة اللواء، أتوقف عند نقطة مهمة أيضا لابد أن نشير إليها، كمان مسألة أن المقاومة تهدد وتوعد وتتوعد وتحذر أنها ستستهدف في الدقيقة المحددة والساعة المحددة. ما دلالات هذا عسكريا؟ لأنه إحنا بنعرف قطاع غزة، ونحن عشنا في قطاع غزة، سماء قطاع غزة ملبدة بالطائرات، يعني أنت تتكلم عن مئات الطائرات العسكرية والاستطلاعية، ومع ذلك تقول سنضرب الساعة 9، في كل مرة تقريبا تكرر هذا الكلام، الساعة 9 أو الساعة 6، وبالتالي تضرب. كيف نفهم هذا؟ أولا هذه شجاعة يعني لا نظير لها، هذا من جانب. من جانب آخر هي قدرات، هي يعني معركة عقول علمية، لأنه حينما تعرف عدوك بشكل جيد والثغرات الموجودة لديه، تستطيع أن تستغل هذه الثغرات. بالتأكيد المقاومين الفلسطينيين استفادوا يعني من كل الدروس السابقة، من كل الاعتداءات السابقة، فبالتالي تفوقوا على الإسرائيليين في عدة مجالات، ليس فقط في المجال العسكري، وإنما أيضا في مجال الحرب النفسية والدعائية، في مجال الحرب الإعلامية، في مجال الحرب الاقتصادية، في مجال السيطرة والقيادة، في مجال إدارة الجبهة الداخلية، في قدرتهم على كيف يستقطبون الحاضنة الشعبية الفلسطينية ويجعلون من هذه الحاضنة داعما أساسيا للمقاومة الفلسطينية، بعكس الجبهة الداخلية الإسرائيلية. الجبهة الداخلية الإسرائيلية الآن في حالة قلق، في حالة فزع، في حالة إرباك، في حالة عدم ثقة بالجيش الإسرائيلي. أنا بتقديري إذا ما أردنا أن نتحدث عن الإيجابيات والإنجازات عند المقاومة الفلسطينية والسلبيات عند الإسرائيليين، فهي لا تعد ولا تحصى حقيقة. يعني المقاوم الفلسطيني تفوق بامتياز على الجندي الإسرائيلي بشجاعته، بمهارته، بقدرته على الضبط والربط، بالسيطرة والقيادة، بمسك زمام المبادرة. يعني المفروض أن يعني قطاع غزة هو المحاصر. نعم. ولكن الحصار الآن، الحصار الحقيقي الآن في تل أبيب عند القيادة العسكرية والقيادة السياسية الإسرائيلية، هم المحاصرين، هم الذين ينتظرون الفعل الفلسطيني حتى يكون لديهم. نعم. رد فعل، ورد الفعل هذا مع الأسف يأتي على الأطفال الفلسطينيين، على النساء الفلسطينيين، على المباني، على المستشفيات، على الطرق، على البنية. نعم. التحتية. نعم. وهذا معيب للجيش الإسرائيلي. وأنا أعتقد أنه بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي وتوقف المعركة، أنا يعني هناك من سيكتب عن الأخلاق السيئة وسوء استخدام السلاح والإفراط في استخدام القوة العسكرية. طبعاً طبعاً. عند الإسرائيليين يعني هناك لا أخلاق. طيب. منقطعة النظير. اسمح لي أنتقل للأستاذ طلال مرة أخرى. سيادة اللواء، يعني هذا كما تفضل الأستاذ واصف، كله يحصل ونحن نتكلم عن غزة المحاصرة 15 عاماً، غزة في حصار، وهذا هو حصاد الحصار. تخيل أن حصاد الحصار ضرب تل أبيب والكيان بهذه القدرة الصاروخية والمقاومة الكبيرة. ماذا لو كان الحصار مطلق اليدين؟ ماذا لو كانت غزة مطلقة اليدين بدون حصار؟ ماذا يشكل لكم أن تكون غزة المحاصرة قادرة على هذا الفعل؟ يعني هناك إرادة وهناك عزيمة وهناك إصرار
وهناك قناعة راسخة لدى أبناء قطاع غزة بأن المقاومة بكل أشكالها بما فيها المقاومة المسلحة هي خيارات وروافع نضالية لا يمكن بأي شكل من الأشكال التخلي عنها، ولهذا دائما تعطى الأولوية في توفير كل المقومات والإمكانيات من أجل تطوير قدرات المقاومة الفلسطينية. هي ليست فقط الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المقاومة، وإنما كل عوامل الإمداد الخارجية للمقاومة الفلسطينية هي موصدة في أبواب المقاومة الفلسطينية، ولهذا هي اعتمدت على إمكانيات ذاتية للوصول إلى هذه القدرات التي فعليا هي أظهرت الاحتلال الإسرائيلي وأظهرت كل العالم في هذه القدرة وفي هذه الإمكانية. نعم. غزة لا تملك لا جبال ولا تملك مغارات من أجل أن توفر ملذات آمنة للمقاومة لتقوم بالتصنيع، وتقوم كل ما تقوم به غزة هو تحت الأرض لأن غزة منطقة ساحلية، ومع ذلك أربطت حسابات الاحتلال وعندما قالت سنحقق توازن ردع استطاعت في هذه المواجهة خلال الثلاث أيام أن تحقق توازن ردع. عندما قالت للإسرائيليين والرأي العام الإسرائيلي أن قيادتكم تخادعكم لن توفر لكم الأمن وستثبت الأيام أن هذا الجيش الذي تعتقدون أنه يوفر لكم الأمن والأمان والقبة الحديدية يمكن أن تعترض أدوات المقاومة أنتم واهمون. نعم. جاءت هذه اللحظة لتثبت كشف وتكشف سيف الدعاء الجيش الإسرائيلي وسيف القبة الحديدية في حجم ما وصل إلى عمق إسرائيل من تل أبيب إلى جنوب إسرائيل بئر السبع إلى الشمال إلى ريمون. نعم. ولاحظ عندما كشف اليوم مطار ريمون وهو يبعد 250 كيلومتر عن قطاع غزة بأقصى الشمال، على فكرة هذا المطار يستخدم للطائرات العسكرية وهذا بنية حديثة. 2019 نعم. هذه رسالة للإسرائيليين، إذا اليوم تتفوقون بالجو باستخدام طائراتكم الأمريكية الصنع لقصف المدنيين ومحاولة قصف مرابط الصواريخ، سيأتي يوم نمنع صحيح. لكم هذه الطائرات أن تحلق. اللي هو الأمريكان أصلاً أستاذ طلال أشكرك، هو الأمريكان سيد واصف قالوا إنه إحنا مستغربين يعني متفاجئين من قوة المقاومة الفلسطينية وهذا المفاجأة لم تكن جيدة بالنسبة لهم. سيد واصف نحن أمام مواجهة يبدو أنها تحتدم وصلت إلى الذروة الآن وفي طريقها إلى ربما يعني اجتياح بري أو محاولة التوغل البري في قطاع غزة، وهذه مسألة ليست سهلة بالنسبة للكيان، ماذا تتوقع؟ يعني شوف نحن أمام قيادة حمقاء، يعني نتنياهو الآن حرق كل السفن، يعني عنده استعداد أن يضحي بكل شيء من أجل أن يهرب من المحكمة وأن يهرب من السجن وأن يبقى على كرسي الحكم. فبالتالي يعني هي معركة شخصية لنتنياهو. نعم صحيح، نتوقع كل شيء منه، ولكن المعطيات الموجودة على الأرض وتقدير الموقف العسكري الصحيح والحقيقي والفعلي على أرض الواقع، إذا ما فشلوا في المجال الذي يتفوقوا فيه فكيف سيذهبون إلى الحرب البرية؟ الحرب البرية تكلفتها عالية جدا. أولا، ما هو الهدف السياسي من هذه الحرب؟ ثانيا، من هو الخصم؟ من هو الذي سيقاتل الجندي الإسرائيلي؟ هل هو المقاوم الفلسطيني فوق الأرض أم تحت الأرض؟ كم عدد الذين سيؤسرون من الجنود الإسرائيليين؟ كل جندي الإسرائيلي الآن يعتقد بأنه إذا ما توجه إلى غزة أنه سيذهب إلى الأسر. نعم. إذا إلى السجون الفلسطينية. وصلت إضافة الفكرة. إلى أنها أستاذ واصف أشكرك سيادة اللواء عذرا للمقاطعة لم يتبقى معنا وقت. سيادة اللواء واصف عريقات وسيد طلال أبو ظريفة شكرا لكما.